الآن ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور، أستاذ النزاعات الإقليمية والدولية. مرحبا بك دكتور على شاشة الغد. هذا النزاع وهذه الإبادة التي تمارس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كيف توصفوها وكيف ترونها؟ نعم، تحياتي لك أخي صلاح وتحياتي إلى السادة المشاهدين. يعني في الحقيقة كل ما يتم نشره في الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي عن خفض التصعيد وهذه كلها افتراءات. كل يوم هناك مجازر في دير البلح، في مخيم المغازي والبريج ومنصيرات وخان يونس. ما زال القصف الجوي على المدنيين، وما زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء يوميا، ربما تصل في أول أمس 200 شهيد وأمس 125 شهيد، وما زالت الأرقام. ولكن أنا بتقديري أن المشكلة الآن هي لم تعد في غزة وحدها بالنسبة للإسرائيليين، بل أيضا عادت الكرة مرة ثانية إلى داخل الحكومة الإسرائيلية وإلى داخل مجلس الحرب وإلى داخل حكومة الطوارئ. هناك عاصفة، هذه العاصفة ربما أثارها رئيس الأركان هرتسي هاليفي عندما كان في اجتماع المجلس الأمني المصغر والسياسي، أي الكابينة الأمني والسياسي، فجر قنبلة سياسية كبيرة وقال تشكيل لجنة تحقيق في أسباب فشل 7 أكتوبر. ولكن أنا بتقديري السؤال المركزي، بعيدا عن الصيحات التي كانت والخلافات والاتهامات لرئيس الأركان وما إلى ذلك، ولكن السؤال المركزي لمصلحة من هذه اللجنة، ومن وراء تشكيل هذه اللجنة، ومن المستهدف في هذه اللجنة. هذه الأسئلة التي الآن هي محور نقاش في داخل إسرائيل وفي داخل حتى المؤسسة الأمنية. أنا بتقديري أن المؤسسة الأمنية هي من تقود هذه اللجنة، وتحديدا عندما تم تعيين شاول موفاز وهو رئيس أركان سابق ووزير دفاع سابق أيضا في إسرائيل، هناك اليمين واليمين المتطرف رفض رئاسة شاول موفاز على اعتبار أنه كان جزء من خطة الانسحاب من غزة والانفكاك من غزة. أنا بتقديري أن تشكيل هذه اللجنة في الوقت الذي كان دائما وأبدا يتحدثون، دانيال هاجاري المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي كان يقول لا للجان تحقيق إلا بعد الحرب، نتنياهو كان يقول لا للجان تحقيق إلا بعد الحرب. ولكن اليوم يأتي هرتسي هاليفي وأمام أعضاء الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر أن يفجر هذه العاصفة. أنا بتقديري أن الهدف منها هو المزاج العام في إسرائيل، إقالة نتنياهو. المستهدف هو نتنياهو. لماذا؟ لأن لجان التحقيق بالتأكيد ستكون نتيجتها واضحة بأن نتنياهو كرئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الفشل ما حصل في 7 أكتوبر، ثم بعد ذلك يأتي الجيش والشباك كمتهم ثاني. وبالتالي النتيجة النهائية. طيب ما الغاية والهدف دكتور علي من إثارة كل هذا الجدل يعني في هذه المرحلة؟ نعم، بالتأكيد هذه نقطة مهمة جدا. لماذا هذا كله؟ لأن الآن في داخل إسرائيل توصلوا إلى قناعة، وخاصة المؤسسة الأمنية، وهذا يؤكد الانقسام الكامل بين المؤسسة الأمنية والسياسية، جالانت، جانس، هرتسي هاليفي من جهة ونتنياهو من جهة أخرى. هذا بسبب أن الآن الجمهور الإسرائيلي يريد إقالة نتنياهو. المؤسسة الأمنية هي في خط مختلف تماما مع نتنياهو، هم مختلفون مع نتنياهو. ولماذا قام جالانت بتقديم الخطة لليوم التالي للحرب في غزة وبعد الانتهاء من الحرب؟ هذا يعني بأن المؤسسة الأمنية تريد أن تسيطر على القرار، وأن الشباك والموساد ووزير الدفاع هو من يقرر في إسرائيل وليس نتنياهو، وهذا ما سبب. عظيم جدا. ولكن دكتور علي لنعود إلى الخلف قليلا، من جاء بنتنياهو أصلا إلى الحكم؟ الشارع الإسرائيلي. بالتأكيد، ولكن هناك معطيات متغيرة، يعني لا تستطيع أن تحكم أنت على الشارع. معطيات متغيرة من قبل نتنياهو أم زيادة في تطرف الشارع الإسرائيلي لذلك اختار هذه الحكومة؟ لا، بالتأكيد الشارع الإسرائيلي كان متوجه إلى اليمين واليمين المتطرف بالفكر والأيديولوجيا وسياسة الاستيطان وتعزيز الاستيطان وما إلى ذلك. ولكن لا ننسى أخي صلاح بأن 7 أكتوبر هو نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط. 7 أكتوبر هو نقطة تحول في إسرائيل، في الخارطة السياسية، في الفكر، في المفاهيم. وبالتالي الآن لماذا كل هذه القرارات التي تصدر من المؤسسة الأمنية؟ بسبب ازدياد أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي. هناك أعداد كبيرة، صرحت صحيفة يدعوت أحرنوت بالآلاف
عن الجرحى والذين أصيبوا بإعاقات دائمة، ناهيك عن أعداد القتلى التي لم يصرح عنها الجيش الإسرائيلي، وما يتم بثه من مشاهد الفيديو والصور من خلال كتاب القسام أو سرايا القدس من مسافة صفر، يتم تفجير الدبابة أو يقوم باقتحام معسكر للجيش الإسرائيلي في المغراقة وجحر الديك ويتم تصوير هذا المشهد. هذا وصل إلى إقناع الجمهور الإسرائيلي، ووصلت المؤسسة الأمنية إلى قناعة بأنه يجب إعادة ترتيب كل مراحل الحرب، وحتى توصل يوآف جالانت إلى نقطة مهمة جدا وهي ضرورة الانفصال عن غزة، الابتعاد، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، وسحبوا 5 ألوية وحتى لواء جولاني غادر غزة إلى تل أبيب نتيجة أعداد القتلى في الضباط والجنود في هذا اللواء، وهناك نية أيضا لسحب 3 ألوية وفقا للإعلام العبري، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى معبر إيرز وربما معسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال غزة وشرق غزة. ولكن النقطة المهمة أخي صلاح هي أن الجمهور الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الآن توصلت إلى نتيجة بأن الثمن الذي دفعته إسرائيل نزيف الدم الإسرائيلي يعادل ما نزف في الدم الفلسطيني، وبالتالي توصلوا إلى قناعة نعم غزة تم تدميرها بالكامل، وهذا ما صرح به قبل قليل الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة غريفيث، وقال أن غزة لم تعد صالحة للحياة. إذن هناك 22 ألف شهيد، 57 ألف جريح تدمير غزة، ولكن أؤكد لك أخي صلاح بأن الثمن الذي دفعته إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم هو أكثر بكثير من الثمن الذي دفعناه. نحن ندفع ثمن ضريبة. وهل هذه الصورة كافية للخروج على شكل انتصار يرضي المجتمع الإسرائيلي، تدمير غزة سيد علي أو دكتور علي؟ بالتأكيد لا يوجد هناك أهداف، لم يعد هناك أهداف أمام نتنياهو. الجمهور الإسرائيلي توصل إلى هذه القناعة. يوم السبت الماضي كانت هناك مظاهرات في كل إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو. نتنياهو لم يحقق أهداف، وبالتالي لم يحقق أي انتصار ولم يحقق أي نصر. توجه إلى بيروت، قال لهم أنني أريد أن أقضي على حماس، أصبح القضاء على حماس مستحيل، ثم قال سوف أحاول أن أقضي على قدرات حماس العسكرية ولم يتمكن. في النهاية قال سوف أصل إلى رأس يحيى السنوار، لم يتمكن من تحقيق أي هدف في غزة. حتى جون كيربي، ماذا قال جون كيربي؟ قال يبدو أن القضاء على حماس أمر مستحيل. يعني تصور أخي صلاح حتى الخطاب السياسي الأمريكي بدأ يتغير. إذن هذا التغيير هو نتيجة المعطيات على الأرض. ذهب نتنياهو إلى بيروت وتم اغتيال الشهيد القائد صالح العروري، ولكن هذا لم يحقق له أي انتصار في داخل المجتمع الإسرائيلي. الآن المؤسسة الأمنية هي من تقرر وتريد أن تقود إسرائيل، الشباك، الموساد. انظر وفد الشباك إلى أين ذهب، ذهب إلى القاهرة. لماذا؟ من أجل ترتيبات أمنية مع الجانب المصري في محور فيلادلفيا ومعبر رفح. ذهب إلى صفقة تبادل أسرى. لماذا منع نتنياهو جالانت من الاجتماع برئيس الموساد ديفيد برنيا؟ لأنه لا يريد أن يتلقى توجيهات الموساد من يوآف جالانت الذي